معانا على التليفون سيادة المستشار مرتضى منصور. سيادة المستشار ازي حضرتك؟ كابتن خالد ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. شيحة كلمني شرح لي من طقطق لسلامه عليكم. بسأل حضرتك سؤال، هل اللاعب جه برغبته مضى لحضرتك على على اوراق مين اللاعب ده اسمه؟ باسم علي؟ مين باسم علي؟ باسم علي لاعب المقاولين العرب. ما اعرفش حد بالاسم. انا في عيل النهارده كلمني قال لي انا باسم علي قفلت سكه في وشه. قال لي انا بحبك وعايز يجي الزمالك قفلت سكه في وشه. ووالده اسمه علي كلمني امبارح من الاسماعيليه برضه نفس القصه. بص يا خالد، اتفضل. ورحمه امي لا عدك يا شريف يا حبيب في البيت واحبسك، لانك انت عارف انت عملت ايه. انا من امبارح مبلغ سيد رئيس الوزراء في ريحه مش نظيفه. تاني لاعب جه نادي الزمالك بارادته ومضى وبصم ووقع، خلي بالك، انت حضرتك مصوره ومتصور وهيتوقف سنه يا شريف، بس انت هتروح للنائب العام. ليه بقى؟ ليه بقى؟ شركه المقاولين العرب دي شركه قطاع يعني حكومه دوله. تمام. انا عارض عليك 5 قروش. لو بعته بخمسه لمليم تخش السجن يا شريف. الا اذا كان في حاجه تحت الترابيزه. ولو راجل اطلع اتكلم، اطلع قول انا قلت لك الصبح النهارده وقفلت سكه في وشك. لو راجل اطلع قول، لو انت عندك دم اطلع اتكلم، قول انا قلت لك ايه النهارده في التليفون. ما تقدرش. تمام. اخبار محمد صلاح ايه وفلوس محمد صلاح؟ ما تحكي لنا قصه محمد صلاح. شوف انا ما اعرفش مين اللاعب ده اصلا. انا فوجئت ان في واحد بيكلمني امبارح قال لي انا ابو عم علي. عم علي مين؟ بس انا اعرف باسم الثاني اللي هو بتاع الانتاج الحربي. باسم؟ طب ده في خبر تاني ان باسم بيقرب من الاهلي، باسم بتاع الانتاج الحربي. يا بيه اللي عايز يقرب من الاهلي يقرب من الزمالك يقرب، مش ما تشغلش بالي باي حد يعني. خلي بالك ده نادي الزمالك، خلي بالك. فانا كان بيقول لي مش عارف بحبك وبتفرج في التلفزيون. المهم قفلت سكه، دماغي بتوجعني. بلغت، لان انا عرفت ان خالي الواد بلغ الوكيل انه الاخ شريف حبيب اللي كان معاك ده ابو شنب ده اللي سابغ بالحرف كده، وانا كان احمد ام يا شريف لا عادك في بيتك، بس في بلاغه تقدم للنائب العام اسيبك. انا النهارده عارض 5 مليون 6 مليون 7 مليون، اللي هيعرض اقل بجنيه تخش السجن. طيب العام. طيب ادي واحد. ثانية واحدة. طب اتفضل. رغبة اللعيبة انا عندي بقى، بعتها رئيس الوزراء النهارده. وبعتها رئيس مجلس ادارة الشركة. وبلاغ للنائب العام الواد ماضي وباصم. تاني ماضي وباصم. الكلام ده يقوله مع مكشكش بره معايا انا؟ لا يا شريف. ها تاني. وحياة امي اللي انت ما شفتها لا عادك في بيتك، واشوف اذا كان رئيس الوزراء اللي عمال يقول انا ضد الفساد شركته كلها فساد وساكت، وانا النهارده بلغته وبعت له الواد موقع. تاني الولد موقع على رغبه، وفي اتحاد كوره، واتحاد الكوره محترم قال هوقفه سنه لانه كده موقع على رغبتين. انما احنا هنقعد نلعب يا شريف؟ ها علشان انا قلت عليك كذاب يوم ما لجنه الانديه؟ ها وعشان انت شوف عملت ايه بقى؟ مش عايز اتكلم. اوعى تنسى ان محمد ابو صاحبي يا شريف، ده مش هيمشي معايا اللي انت عملته ده. اللعبه دي اللي انا عارفها من امبارح. تمام. خالي الواد قال كده، جابه وقال له بص يا ابني، لو مليار من الزمالك 5 جنيه هبيعك للاهلي. لا دي مش شركه باباك ولا نادي باباك يا شريف. اوعى تفتكر ضرب شنبك وشعرك صبغه سودا هيخوفني. وفي رئيس وزراء اذا كان بيحارب الفساد والنادي اللي تابعه كله فساد، لا والقصه مش لاعب. انا عندي على فكره مكان اللاعب ده 3 لعيبه. اللاعب ده بيلعب فين يا خالد؟ ما كان حازم امام وعمر جابر عندي اسياده، بس وحياه امي الغاليه ما هتلمس الكره السنه دي. عارف ليه؟ عشان لما تيجي نادي الزمالك تتصور وتوقع وتبصم، واخد بالك، وهي تقول انا بحب الاهلي، يا في ما تروح اتفضل اهلي. ما هو النادي الاهلي. انت قصدك ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك طالما انت عايز تروح الاهلي؟ ايه اللي خلاك تبصم يعني؟ حسام غالي صاحب احمد وامير. صحيح. حسام غالي قال انا مش هلعب غير للاهلي. يا بيه واحترمته خلاص، ولا عمري كلمته. سيد حمدي ده عندي في المكتب كل يوم، انا محاميه بتوكيل، عمري ما كلمته. خلي بالك. انما اللاعب الاشياء الرقاصه اللي عامل فيها صافي ناصر رقاصه ويلعب لي يمين وشمال، وحياته انا كلمت رئيس الاتحاد دلوقتي وحكيت له الموقف خلاص، وقلت له انا بعت لك الرقم وبعت رئيس الوزراء وعلى يا شريف وفي نائب عام، وبعت لك فاكس النهارده، اي عرض النادي الاهلي هيحطه لك بزود عليه نص مليون جنيه الا اذا كان في حاجه احنا مش عارفينها تحت الترابيزه احكي لنا. طيب اطلع لو راجل احكي. طب هسالك سؤال عشان نفس الموقف ده حصل في الشرطه. الزمالك مع الفارق طبعا ان الزمالك كان مخلص قبلها بشهر،
بس الزمالك دفع 2 مليون وبعد شهر راح دفع 2 مليون وهو بيدفع 2 مليون ثانيه، النادي الاهلي حط 2 مليون زياده 6 مليون، ده مش اداره ملعب برضه ولا دي كانت البيعه؟ انا كنت، خلي بالك يا خالد، انا كنت موقع عقد مع الشرطه اوريدي من شهر. انا موقع عقد، يا الله ده رحت اشتريت شقه تمام النهارده 10 جنيه ما جيش بالعقد مضيته، تيجي بعد اسبوعين تقول لي اسواق عايز اشتريها ب 15 خدها ب 15. يعني انت حضرتك بتتكلم ان بتاعه الشرطه كان اوريدي حصل اتفاق؟ لا مش اتفاق، ده عقد مكتوب، وعقد مكتوب ودفعت 2 مليون جنيه كاش الشيكات بتاعتي. لكن الموضوع دوت لسه الحبيب قاعد يلعب يقول لك ايه، لا اصل انا الولد ده خلاص ده بتاعكم، انا ما اعرفش اصلا الواد ده مين بصراحه، لكن انا عندي لجنه بتقول عايز اللاعب فلاني، فانا ما كنتش عايز اكلمه اصلا، مش طايقه، انا مش طايقه، انا مش طايقه، مش هسيبه. انا معركتي بقى 2014 لغايه ما تنتهي الافندي اللي صابغ شعره وشنبه اسود ده انا معاه. طيب ليه بقى؟ لانه اهدر المال العام في المولين. يا راجل المولين العرب عاملين معانا اتفاق، مش معايا انا، مع ممدوح عباس على يبنوا المبنى الاجتماعي خلاص، فممدوح عباس ده مش كاتب رصيد حوالي 5 مليون، انا جبتهم وسددت لهم فلوسهم، وقعد يقول لك ده مال عام مش هنسيب مليم. خلاص عايز اعرف يا شريف، انا بعت لك عرض النهارده، اي عرض النادي الاهلي قلت لك 3 مليون ونص، واي عرض النادي مع احترامي النادي الاهلي من حقه يدعم طبعا، الاهلي مش طرف على فكره، مش طرف معايا خالص، النادي الاهلي من حقه انه يدعم فريقه، واخد بالك؟ بكل الطرق المتاحه ليه، ما عنديش مشكله مع النادي، اللي هي مشكله مع الافندي ده المتصابي ها، اللي النهارده انا بعت انت امبارح قلت لي هو اللي قال لي ابعت لي عرض بناء على كلامه، بعت له العرض، وعندي اللاعب ماضي رغبه وباصم وماضي على استماره الاستغناء تمام. لما تيجي النهارده بقى تلعب اللعبه دي، لا انا شامم ريحه تحت الترابيزه انا عارفها، وهقولها للنائب العام وهقولها لرئيس الوزراء. هسال حضرتك سؤال، هل خلصت ايمن حفني ويليام جبور ولا لسه؟ الحمد لله طبعا مع الناس المحترمين القوات المسلحه اللي كلمتهم واحده، احنا في انتظار ويليام هيوصل خلال 48 ساعه، لكن خلاص الولاد خلصناهم، والقوات المسلحه المحترمه وافقت على العرض بتاعنا، ما عندناش مشكله مع القوات المسلحه، وقلنا قبل كده اي لاعب القوات المسلحه عايزاه انه يتفضلوا يعني ده جيش مصر، سواء نادي الطلايع او نادي حرس الحدود تمام. ما عندناش مشكله معاهم، ده الشغل المحترم. بقول تاني النادي الاهلي ملوش علاقه باللي بيحصل دلوقتي من شريف حبيب، النادي الاهلي من حقه يجيب اللاعب اللي هو عايز يدعم فريقه بيه تمام. انما اللعبه اللي انت عملتها يا شريف قلت واحمد امي لعادك في البيت، ولو ما قعدت في البيت ما رئيس الوزراء ما يسمعش صوته يكلمني على الفساد تاني، وانه ضد الفساد، ناديك اللي انت كنت رئيسه روح شم ريحته، شم ريحه الفساد اللي فيه. وانا مستني لو النادي الاهلي او اي نادي اشترى الواد دوت بخمسة جنيه وانا عارض زياده نص مليون جنيه ده هيرور ملعاب. انما قصه الشرطه انا كنت موقع عقد ومتفق وكتابه وخدوا الشيكات وكانوا صارفين فلوس تمام بالك تمام. انا خالد بس عايز اطمن جماهير الزمالك المحترمه ان الولد ده انا مش عايزه، بس مش هيلعب في اي نادي، ده مش انا اللي بقول، دي اللائحه، اللاعب اللي يمضي رغبتين يا خالد بيتوقف سنه الا اذا كان ده الاخر. حضرتك هل باسم علي مضى على استماره الاستغناء؟ ايوه بيه ماضي وباسم تمام. ماضي يعني بقول لك ماضي، والورقه بتاعت الاستغناء راحت للسيد رئيس الوزراء عشان يشوف بقى الفساد اللي عنده في النادي اللي هو اصلا كرئيسه تمام. لكن لو هو ما خدش موقف، وعلى فكره انا شاكي الشريف دون قبل كده من اسبوعين لرئيس الوزراء وما عملش معاه اي موقف وسايبه طايح ها، وشم ريحه محمد صلاح، يقول لي محمد، ما عايزين نعرف محمد صلاح بقى بصراحه فلوسه كام وتاخد كام، ده مال عام تمام بيخص المولين العرب. لكن انا بطمن جماهير الزمالك المحترم الولد ده اصلا انا مش محتاجه خالص، انت عارف عندك عمر جابر وعندك حازم امام واخد بالك، لكن في نفس الوقت برضه النادي الاهلي ملوش علاقه بالموضوع ده، مشكله بيه، وهو اللي قال لي امبارح بعت لي فاكس، هو اللي قال لي وانا كنتش عايز اكلمه، احمد سليمان قال لي عايز يكلمك، قلت له كده بالحرف قرفان منه مش طايقه هذا البني ادم كده، هو سمعني انا قرفان منه ومش طايقه تمام. انما بقول لك البيزنس حاجه، ايوه البيزنس حاجه يا حبيبي، حبيبي طبعا البيزنس ده انت مالك البيزنس ها. وانا عايز اقول اسالك سؤال، هو انت النهارده لما يكون جاي لك في لاعب 5 مليون ونادي تاني 3 مليون تدي ابو 3 ليه؟ ما تحكي المصري ليه؟ بس عايز اقول لك حاجه، لو جاي له 3 وجاي له 5 واللاعب مش عايز يروح اي نادي يفضل في النادي مهم. ممكن ما يمشيهوش. يا بنت سالتني سؤال مهم، رغبه اللاعب كتبها ايه؟ ما هو اللاعب لو مش كاتب رغبه هو ليه؟ انا قلت اسلام رشدي مش عايزه ولا يشتغل بوابه عندي اصلا، لانه انا بالنسبه لي واخد بالك انا ما عنديش استماره هو راضي عليها صحيح،
خلاص شكرا مع السلامه. يروح يلعب في النادي الاهلي، وانا قلت ولا بواب في نادي الزمالك خلاص. تمام. لكن ده جه بنفسه واتصور ومضى، خلي بالك، ووقع وبصم. بس بيقول لي بيقول شيحه، شيحه هو اللي اجبره. نعم بيقولوا شيحه هو اللي اجبره. يا بيه اجبره عليه بس يا خالد؟ اجبره يتصور ولا اجبره يبصم؟ واحنا بنتكلم كلام، ده كلام عبط. تمام. ده كلام عبط. لكن هذا اللاعب اقول لك اهو، واتحاد الكره سامعني، وانا لسه في رئيس الاتحاد، موقوف سنه عشان يتعلم هو وغيره لما يروح نادي ايا كان، نادي كبير او صغير، ها، يحترم التوقيع اللي حاطه. انما اصله حط لي بتاع صفرة، اصله حط لي مش عارف ضحك عليا وحط لي ميه بيضة. تمام. انا نلعب لعب عيال. تمام يا سياده المستشار. انا خالد بقول لك، بطمن لجماهير الزمالك المحترمه ان اللعيبه المحترمه اللي وقعت وانديتها خبطنا على الباب، الحمد لله خلصناهم كلهم الحمد لله. وعايز بقى كل واحد كل شويه يتكلم يقول لك مش عارف مدرب اجنبي جاي، احنا قلنا والنبي. بس يعني عشان انا بص، انا عرفت على المواقع، فعرفت ان طبعا كابتن منير حسن هو وكيل لاعبين والد شريف، يقال ان هو برضو بيجيب لك مدربين وكده. الكلام ده قولا واحدا، ميدو مكمل ولا ماشي؟ بص يا خالد، بالاخر يعني خالد كلمه واحده. قلت لمنير حسن امبارح مش عايز اسمع كلمه على المدرب. تمام. كلام واضح، ميدو مكمل عاده لغايه ما يجي يقول لي انا متشكرين، انا تمام، عايز اروح موقع تاني. تمام. كلام واضح يعني. خلاص، اذا ميدو الموسم القادم هو المدير الفني نادي الزمالك لغايه ما هو اللي يجي يقول انا يعني. وانا لو انا عايز اشيل ميدو، انا خايف اشيله مثلا. تمام. انا مش فاهم. خلاص. لكن انا ده العمود الفقري بتاع الجهاز، عشان بس المواقع يعني تقفل الموضوع. في موقع ما اعرفش اسمه اليوم بتاعي ده، وانا بحذر اللي فيه، قال لك ان انا قلت مش عايز اشوف خلقه فتح الله. ما انا قلتها امبارح. خلاص، ما انت قلتها امبارح. لا يعني انا بس واحد دلوقتي بيكلمني برضه، يا بيه هو كل واحد ضايع بلانتي، مش هشوف خلقته تاني. بقول يبقى انا مش هشوف خلقه الفريق كله. يا خالد بقول لي بتوع المواقع، اتقوا ربنا، هو نادي الزمالك لما يجي يقوم ويجيب لعيبه، ها، ويفوق، وشغل النصب اللي كان زمان بيتعمل لعيبه ليها فلوس هنا وهنا وهنا، ها، تيجي عايز تضربه باي طريقه. محمود فتح الله المفروض ده راجل متعاقد مع النادي لغايه اخر يوم، ده لاعب في نادي الزمالك له كل الاحترام والتقدير. تمام. انما انا اقول مش عايز اشوف خلق، ده كلام، دي قله ادب، مش هسمح بيها. لكن اقول لك يا خالد، انا مستني رد يعني. انا السيد رئيس الوزراء النهارده للاسف انا كنت بصلي التراويح كلمني، واخد بالك، فانا بكره الصبح هطلبه والورقه راح له ان شاء الله علشان يحقق مع النادي اللي هو اصلا، وهو الراجل ده طول عمره ضد الفساد. لو هيسمع بالفساد وهدار المال عنه خلاص، يبقى ما حدش يكلمنا عنه انه بيقاوم الفساد. تمام. مشكورك سياده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.